مساء الجمعه رؤيتك لمباراه النادي الاهلي. ماتش صعب جدا طبعا، صعب جدا، وخصوصا يعني مبارك طبعا ليكم للنادي الاهلي على الثلاثيه، والنادي الاهلي الله يبارك فيك. يعني دولاب بطولات، يعني ادونا شويه طيب. مش حاسس. لا لا مش حاسس بقول بس يعني. لا لا عايز اقول لك بس خلي بالك دايما، واحنا حتى وصغيرين كان دايما ماتشات غزل المحله بيبقى مباريات صعبه، يعني دايما حتى واحنا بنلعب في قطاع الناشئين لما طلعت الفريق الاول دايما مباراه غزل المحله، وخاصه في غزل المحله استاد رائع طبعا. فكانت مباراه طبعا الجماهير بتفرق، لكن ماتشات صعبه مش طبعاً سهله. كان طبعا في ملعب المحله تعودنا وتربينا من صغرنا ان مفيش حاجه اسمها تعادل في ملعبنا، يعني احنا بنقعد واحنا بنلعب لان احنا في تعرف في كرباج، وراك كرباج ده الجمهور. طبعا احنا بنلعب في شمالنا بنبص على الجمهور، ويميننا نبص على الساعه بتاع الشركه. واحنا بنلعب بنبص فتره ربع ساعه ربنا يستر الجمهور ما يبداش يهاجمنا. فبنموت نفسنا في الملعب، عايزين نخلص الماتش بدري عشان الجمهور نعينا. زائد ان في حاجه مهمه جدا، يعني انا لما كنت اخسر ماتش في المحله ما اخرجش من البيت. خلاص هتروح فين؟ هروح فين؟ همشي فين؟ وخب العربيه احتمال تتكسر. فدلوقتي الجمهور عاشق للمحله طبعاً. وجمهور قوي وبيحب الفرقه قوي، فانت بتحاول تضيف كل الطرق. فالماتشات المحله ده منو الجزئيه، وانا ماسك المحله في مؤتمر صحفي المؤتمرات بيقول انا ببقى رايح المحله وناعي، يعني قبل ماتش المحله باسبوعين ثلاثه ببقى ناعي هم مشوار المحله وملعب المحله، لان كان في توفيق كبير طبعا، فرق امكانيات كبير، انما كان في توفيق بصاحبنا كبير. يعني دايما انا الحمد لله كنا بنكسب الاهلي او على الاقل بنتعادل في المحله. الماتش صعب جدا، بس هو طبعا في صالح الاهلي ان انت بتلعب المباراه اللي جايه وبتاع المحله، بس اتنقل الاستاد الاهلي في السلام. فماتش طبعا بالنسبه للمحله صعب جدا، انما ماتش امبارح هيديله باور شويه صح، وهيديله طموح اكتر شويه ما كانش موجود غير لو كان طالع خسران امبارح. الحاجه الثانيه يعني في حته ان ممكن يكون النادي الاهلي عند اللعيبه الثقه الزياده ان احنا لاعب المحله اللي طالع من تحت، واحنا بطل الدوري، واحنا فدي برضو في صالح المحله. المحله يستفيد من قيمه التعادل ده يعني طبعا، اديله يعني باور واديله ثقه زياده. انما النادي الاهلي كامكانيات فرق كبير جدا. انما الكره ما تعرفش الا الموجود جوه الملعب. اعتقد بالورقه والقلم الماتش لصالح الاهلي، انما اللي انا شفته في الشوط الثاني امبارح بشويه اصرار بتقسيم المباراه بشكل كويس، بس انا اقول لكم كده ما ينفعش على هتدي الخطه. لا ماشي ما تقلقش ما فيش مشكله، احنا بنتكلم فني وانت عارف متغيرات الكره كتير يعني ما فيش مشكله. تقسيم السيناريو بتاع المباراه بالنسبه لفرقه المحله، لازم تقسم السيناريو اول ربع ساعه من المباراه غير اخر خمس دقائق في الشوط الاول، غير اول ربع ساعه من الشوط الثاني، غير اخر خمس دقائق، خصوصا الاهلي بتاع ايه الخمس دقائق الاخرانيين. الاهلي ممكن تبقى اديك حق ان الماتش مش بتاعه خالص في اخر دقيقه اخطف الماتش حقيقي. فانت لازم تقسم وتعمل سيناريو المباراه كويس، لازم تعمل اوراق رابحه على دكه تحت بره، عشان انت هتقابل فرقتين، فرقه جوه فرقه على الخط، وبتقابل لعيبه عندها خبرات كبيره، بتقابل فرقه ما تعرفش حاجه غير المكسب. دي مهم جدا طبعا، والماتش دوت يعني اكد للاهلي من مكسب لمكسب، وبرده في نفس الوقت المحله الناس ما تقولش ده ماتش سموحه كان صدفه. فالماتش صعب جدا، في تحديات